السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين كلمتين مع شيماء. غبت عليكم غيبة طويلة معلش، بس أنا نوع مودي قوي شوية، اللي هو لو نفسيتي اتأثرت بأقل حاجة بأقل حاجة ما بحبش بصراحة أطلع ولا أتكلم ولا كده، أحب يعني أبعد. نفسيتي مستريحة وقادرة أن أتكلم بتكلم، نفسيتي تعبانة ما بحبش أن أنا يعني اطفي الجو وحش على حد او اوصل نفسيه سيئه لحد، واطلع بقى كل يوم اعمل فيديو واقعد اقول ادعولي ومش اهو الكلام ده كله، علشان بصراحه كل واحد فيه اللي مكفيه زي ما بيقولوا. كل الناس ربنا يا رب يفرج هم الناس كلها، كل الناس عندها مشاكل وكل الناس عندها حاجات صعبه قوي 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 في ايامنا الوحشه اللي احنا فيها دي، فيا رب يفرج هم كل المهمومين ويفك كربه كل المكروبين يا رب، اللهم امين. النهارده بس حابه اتكلم، قلت والله بس يعني بعد الحمد لله ما الغمه تقريبا انزاحت شويه اطلع ان انا اتكلم معاكم، ممكن لعل والله حد يستفاد او حد ما يكونش عارف الموضوع دوت يستفيد منه. حابه النهارده اتكلم معاكم عن اورام الثدي. طبعا الموضوع صعب جدا، مش قادرة اقول لكم من اكتر الحاجات اللي بتخض وتوجع وتتعب وتتعب قوي 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 قوي، ومن اكتر الحاجات اللي بتخوف. يعني انت الحالة النفسية بتبقى اصعب من العلاجات، اصعب من العملية، اصعب من كل حاجة. عايزة اقول لكم ان مثلا انا كان عندي ورم، ولكن كنت دايما كل ما بروح اكشف عليه او اعمل تحليل كنت بشوف ان هو ورم ليفي. كانوا دايما الدكاترة ده ورم ليفي ما تقلقيش سيبيه، ده بيطلع عند كل الستات في العمر ده. عايزاكوا دايما تبقوا حريصين جدا جدا جدا، كل واحدة فيكم ما تهملش، يعني اي واحدة فيكم باستمرار بتبقى فيه فحص منزلي، بتعملي الفحص في عربيات تبع بهية بتعمل الفحص دوت للنساء دكاترة ستات، وبيعملوا لك الفحص عشان يطمنوا ان انت كويسة او سليمة او لا. فعايزاكي لو الحاجات دي بتعدي عند بيتك او انت تعرفي مكان العربية دي روحي واعملي الفحص ده كل سنة، ما تستهونيش. الناس السلام لو انت حتى سليمة وما عندكيش حاجة اعمليه كل سنة، فما بالك لو انت حاسة ان في حاجة، اوعي تهملي الموضوع، اصعب بجد مما يكون. ولما كل ما تلحقيه في الاول كل ما بيكون افضل كتير لما تسيبيه ويتفاقم وتعيشي بجد ايام سودة وصعبة جدا. المهم عايزه اقول لكم ان الورم في الثدي كان دايما اروح لاي دكتور يقول لي ده ليفي ما فيهوش اي حاجه زي كل الستات في العمر دوت، لحد ما جيت رحت المره دي لقيت الدكتور بيقول لي لا الوضع صعب جدا، الورم اتغير من ملمسه كده ان هو اتغير جدا، انه بقى كبير، ان هو شكله زي ما يكون حصل فيه تكاثر، وبدام حصل فيه تكاثر يبقى هو ممكن يكون يتحول من ورم ليفي لورم خبيث. طبعا مش قادرة اقول لكم النفسية بقت عاملة ازاي. طبعا اعملي حاجة اسمها، طبعا الاشعة التلفزيونية العادية عملتها ما بينتش حاجة، طب اعملي حاجة اسمها ماموجرام، رحت عملت ماموجرام ده مرتين ما بينش اي حاجة، كل حاجة بتسلمك للي بعدها بقى. طيب بعد كده اعملي رنين مغناطيسي، رحت بالصبغة، رحت عملت رنين مغناطيسي بالصبغة ما بينتش حاجة، ولكن الدكتورة كتبت ان هو باحتمال 50% ان هو خبيث، يعني 50% حميد 50% خبيث، لسه مش قادرين نحدد. طيب اخر حاجة هنسحب عينة، وطبعا سحب العينة دي مش قادرة اقول لكم، والرنين قد ايه صعب ومؤلم وموجع جدا، وقد ايه مرعب، وقد ايه كمان سحب العينة صعب ومؤلم وموجع جدا. يعني هي بتاخد زي حقن بمقص كده بتسحب عينة من الورم دوت، بتسحب من كل مكان، يعني عايزة اقول لكم ممكن اتخد مني 6 حقن او 5، ومن غير اي بنج ومن غير اي حاجة اتسحب، اتسحبت الحقن دي، اتسحبت العينة وراحت اتحللت في معمل تحاليل كبير عشان اعرف حميد ولا خبيث. النتيجة الحمد لله بفضل ربنا طلعت ان هو حتى الان ورم حميد، ولكن جميع الانسجة متغيرة، يعني دي مش انسجة الجسمي العادية، لا أنسجة كلها اتغيرت وأصبحت أنسجة تانية جدا، وده معناه أن الورم وصل لمرحلة خطيرة قوي اللي هو ما بين الحميد والخبيث على شرارة، لأن في حاجة اسمها حميد من الدرجة الثالثة اللي هي آخر درجة من درجات الحميد، اللي هو في خلال شهر أو شهرين لو أنا كنت استنيت كان ممكن يقلب لحاجة تانية.
رحت وانا داخله العمليه الدكتور قال لي برضو حتى التقرير بتاع المعمل التحاليل انا مش هؤمن بيه 100%، لان العينه بتتاخد من اجزاء معينه في الورم، والورم مساحته كبيره، ممكن تكون ما خدتش من خليه معينه والخليه دي تكون قلبت وبقت خبيثه. طب يعني ايه؟ يعني انا داخله اعمل عمليه واشيل الورم وحتى الان انا مش عارفه هو حميد ولا خبيث، لسه ب100%. طب انت لازم تحددي قبل العملية؟ ايوه لازم، في حالة اورام الثدي لازم تحددي قبل العملية. طيب ليه؟ لان لو الورم حميد هتبقي الدكتور هيفتح في الثدي وهيطلع الورم ويخيط، اما لو الورم خبيث فمش هيفتح في الثدي وبس، ربنا بقى يعافيكم يا رب جميعا، فهيضطر يفتح كمان تحت الباط علشان تحت الإبط علشان يطلع كل الغدد الليمفاويه اللي موجوده تحت الإبط، لان بتكون الانسجه النشطه دي او الاورام الخبيثه دي بتكون وصلت للغدد دي، فلازم بتشيليها، ومن الافضل طبعا تشيليها في نفس العمليه علشان ما تضطريش تعملي عمليه بعد كده تاني. طيب بعد كده كمان بتتحلل الغدد اللي تحت الإبط دي، لو طلع الورم السرطاني وصل لها بتاخدي كماوي، ودي بتبقى مرحلة تانية خالص في العلاج. لو طلع الورم السرطاني لسه ما وصلش للغدد دي بتاخدي بس حبوب لعلاج السرطان أو الورم اللي كان موجود في الثدي، بتاخدي بس حبوب، بتقعدي مثلا تتعاملي مع الحبوب دي 5 سنين لحد عشان يضمنوا إن الورم مش هيرجع تاني. تمام، فانا داخله العمليه مش عارفه هل هيبقى مجرد فتح في الثدي وبس ويخرج الورم، ولا كمان يبقى في فتح تحت الإبط عشان ياخد كل الغدد. انا داخله صراحه وبنسبه 50% ل50% حميد لخبيث، فعارفين اللي هو رعب السنين، داخله العمليه ومستنيه اللحظه اللي هيفتح فيها عينيا هيقولوا لي ايه. بجد كنت بدعي لكل ست، كل ست عندها ورم خبيث، ازاي استحملتي اللحظة دي؟ ازاي استحملتي اللحظة وانتي بتفتحي عينيكي والدكتور بيقولك لا خبيث، وكل اللي فات والعملية والألم والرنين والعينة والماموجرام والأشعات والتحاليل وكل اللي انتي عملتيه ده كوم، واللي هتبدأي فيه كوم تاني خالص. كنت في قمة الرعب وهم حاطين لي لزقة كده على دراعي ان ممنوع احرك الدراع ده، ممنوع يتسحب منه اي عينة دم. فضلت اسأل هو في ايه، قالوا لي عشان لا قدر الله لو الورم خبيث غلط جدا تفضلي طول حياتك تاخدي اي عينة دم من الدراع ده او تتعاملي معاه بعنف او حد يخبطك فيه لانه هيزرق ويورم جامد جدا، ما ينفعش تبذلي بيه اي مجهود، ما ينفعش طبعا تغسلي المواعين كمية كبيرة او حاجات بسيطة جدا او تشيلي بيه حاجة تقيلة. فضلت ابكي بكاء، يعني مش قادره اقول لكم، مش عايزه اطول عليكم شهور. طب هتعامل ازاي؟ طب هغسل لاولادي هدومهم ازاي؟ طب هغسل المواعين ازاي؟ طب انا اساسا كان عندي ورم في الغده الدرقيه وشلت الغده ومضطره ان انا كل 3 شهور اخد عينه دم عشان احلل تحليل الغده، ودراعي الشمال دوت مش قادره اقول لكم تقريبا ما فيهوش اورده، ما باخدش منه خالص عينه الدم، لازم باخد من اليمين. طب يا رب هاخد من اليمين ازاي وهو اللي ناحية الثدي اللي هشيل منه الورم؟ فكانت بالنسبة لي، عارفين اللي هي النهاية، فانتوا دايما هتلاقوا نفسكم كده في الوقت ده بفكر في النهاية. يعني ما علينا، الحمد لله والشكر لله على كل حال، اتعملت العملية والدكتور حلل الورم وانا جوه العملية، قال لهم تحللوا لي الورم وهي جوه العملية وهي في البنج، تحليل بالتجميد بيجمدوا الورم وبيحللوه داخل المستشفى، لو طلع حميد الدكتور بيقفل وبيخيط، لو طلع خبيث الدكتور بيكمل فتح تحت الإبط زي ما قلتلكم. جت نتيجة التحاليل من المعمل ان هو حميد، الدكتور ما بقاش مصدق، بيقول لي من شكل الورم ومن حجمه ومن كمية التكاثر اللي فيه مش مصدق ان هو حميد، طلب منهم تحليل تاني بالصبغيات، عامل زي تحليل الدي ان ايه عشان يتاكد، بيقول لي انا عمري ما عملت التحليل ده لحد بس عشان اتاكد في حالتك ان هو حميد. كل ده وانا في البنك، اتعمل التحليل التاني وقال لا حميد. فطبعا خلاص ما كانش قدامه اي حل، 3 تحاليل من 3 معامل، رغم ان الورم شكله غريب جدا، رغم ان الخلايا كلها شكلها نشطه مش خامله، الا ان كل التحاليل بتقول ان هو حميد بفضل ربنا الحمد لله. فالدكتور شالوا الورم وشال بعديه بمسافة أمنة كبيرة عشان يبقى مطمن برضو إن مفيش حاجة حواليه،
شال مسافة كبيرة قوي، وبعد كده خيط، والحمد لله يا رب فتحت عينيا من كتر القلق ومن كتر الألم اللي أنا كنت داخلة بيه في أوضة العمليات، لدرجة إن دكتور البنج إداني مهدئ علشان أقدر إن أنا أعمل العملية لأنه خاف على قلبي. أول ما فتحت عينيا مش قادرة أقول لكم، كل الممرضات واقفين حواليا بيقولوا لي ما تخافيش الورم حميد، ما تخافيش الورم حميد. فعارفين اللي أنا حطيت إيدي كده لقيت مفيش خياطة الحمد لله تحت الإبط أو لزق، يعني ملزوق لزق، فعرفت إن هو الحمد لله كده حميد. كنتش مصدقاهم يعني إن اللزق أو كده عند الثدي بس، فالحمد لله والشكر لله. طبعا أنا كده برضو مش في الأمان، لأن الدكتور قال لي للأسف الورم بعد ما تحلل كذا مرة نوعه وحش جدا 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 من الدرجة الأخيرة، لو كنا سبحان الله صبرنا شهر أو شهرين بس كان ممكن يتحول لخبيث. فبفضل ربنا إن هو طلع أنت لحقتي نفسك، أو ربنا لحقني، أنا ملحقتش نفسي، ربنا لحقني في الوقت المناسب. ولكن قال لي كل 3 شهور لازم تفضلي تعملي سونار علشان نطمن إن الورم دوت مرجعش أو رد مرة تانية. بتمنى لكم طبعا تدعولي إنه يا رب ما يرد تاني، ويا رب ما شوفش الأيام دي تاني، ويا رب بس والله الواحد مش عايز أي حاجة من الدنيا غير إنه يخليني لعيالي بس. وتدعو لكل واحدة بجد بتتألم، وكل واحدة عاشت تجربة صعبة صعبة زي دي. أنا بجد مش عايزة أحكي لكم بالتفصيل عشان ما وريكوش مدى الصعوبة ومدى الألم، مش عايزة أوصل لكم بجد قد إيه طاقة سلبية. أنا بس عايزة أنصحكم لوجه الله وبس، عشان خاطري أي واحدة حاسة بأي حاجة غريبة في صدرها، في إفرازات بتخرج منه، وده غلط، من العلامات السيئة إن يكون في أي إفرازات بتخرج من الثدي. أي واحدة فيكو حاسة بأي شك من أي نوع، اجري جري على دكتور أورام، دكتور جراحة أورام الثدي، اجري جري عليه علشان بجد لو ممكن تلحقيه في أوله قبل ما تعيشي بعدها في عذاب الكيماوي ده. بجد ربنا يعفي عن كل واحدة بتاخده، وربنا يشفي كل واحدة بجد يعني قاعدة مستنية جلسة الكيماوي الجاية عاملة ازاي. ربنا يا بنتي يشفيكي وما يكتبها على اي ما يكتبها عليكي تاني ابدا. بس بجد الموضوع مؤلم وصعب جدا جدا، عشان خاطري اي واحدة فيكو تحس باي حاجة تروح تكشف، ولو ما حسيتيش روحي اكشفي، روحي اكشفي كل سنة، الكشف مش هيكلفك حاجة، روحي بهية كل سنة اعملي كشف، اعملي يعني بس للاطمئنان عشان دايما تبقي مطمنة. لان احنا الستات يعني مش قادرة اقول لكم ان 70% من الستات عندهم اورام في الثدي. فبجد حاولي ان انت تطمني، ولو ان شاء الله حاجة حميدة باذن الله العملية تعدي على خير وتشيليها بمنتهى السهولة، شيليها من اولها. انا لو كنت رحت الميت دكتور وقالوا لي ورم ليه في عادي جدا سيبيه، لو كان حد من الاول شالهولي ما كنتش دخلت في العذاب ده كله، وما كنتش شلت ورم بالحجم ده. انا شلت ورم كبير جدا، لو كنت انا في الاول كان حاجة بسيطة صغيرة جدا وكان ورم حميد وانا كنت متأكدة ان هو حميد ولي فيه، كنت في الاول رحت شلته قبل ما الانسجة بتاعته تتغير، ما كنتش هتعرض ان اشيل ورم بحجم كبير وكان ممكن كمان يقلب في اي لحظه وما كنتش لحقته. فدايما الحقي الحاجه من اولها. اللي يقول لك ده ورم ليه فيه وصغير وعند كل، لا قولي له عايزه اشيله، انا عايزه اشيله، عمليه بسيطه بفتح بسيط هتشيلي حاجه قد كده احسن ما تفتحي في الثدي كامل من اوله لاخره وتشيلي جزء كبير جدا منه. بنصحكم بجد لوجه الله، ان شاء الله باذن الله نفسيتي تكون أحسن وارجع لكم تاني، نرجع بفيديوهات قوية جدا 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 جدا. عايزاكم بجد أي حد عنده أي واحدة عندها مشكلة زوجية بجد اكتبي لي تحت في الكومنتات، لأن إن شاء الله هناخد كمية مشاكل. أنا عايزة أقول لكم، بسأل واحدة دكتورة صديقتي مش عايزة أذكر اسمها، هي دكتورة في العلاقات الأسرية والاستشارات الزوجية، وبقول لها الكشف بكام وكده، قالت لي الساعة بمئة جنيه، أنا باخد في الساعة 100 جنيه. أنا لوجه الله يا جماعة مش عايزة أي فلوس من أي حد، مش عايزة أي فلوس حتى من القناة. إذا كنت والله بحاول أحل مشكلة حد أو بحاول أتكلم في موضوع يفوق أي واحدة مننا، فده كله لوجه الله، والربنا يجعله بس لأولادي يعني.
خير لأولادي. فأنا بتمنى أن أي واحدة عندها مشكلة تكتب لي تحت، وإن شاء الله في الفترة الجاية هنتكلم عن موضوعات مهمة جدا جدا، يمكن تحل مشاكل كتير في أي بيت، يمكن نلحق ناس كتير عندها مشكلة، ناس كتير بتفكر في الطلاق أو في الانفصال، ناس كتير حياتها ممكن تتدمر أو تتخرب، وإحنا نلحقهم يمكن بكلمتين من عند ربنا بفضل الله. متشكرة ليكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.